أخذ قبل البرقدار، خليني أخذ نقطة أشرت إليها دكتور ميكولا. ضيفنا هنا الأستاذ حسن يقول أنه بالنهاية أوكرانيا يعني لن تقوم لها قائمة لخمسين سنة قادمة، وهذه الزيارة ربما أنا أضيف هنا لا تعني الكثير لزيارة الزعماء الأوروبيين إلى كييف بعد كل ما حصل. هل تتفق مع الأستاذ حسن في هذا؟ أعتقد أن هذه الزيارة مهمة جدا من جوانب مختلفة. أولا هي هذا دليل واضح إلى أن الحالة والوضع في كييف آمن نسبيا. يمكن تخطيط هذه الزيارة، وأربع زعماء وصلوا وذهبوا بسلام. قبل ذلك كانت زيارات أخرى، مثلا زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأيضا جاء وعاد إلى بلاده بسلامة. هذا أولا. بالنسبة لخسائر في البنية التحتية، نعم هذا صحيح، ولكن مع ذلك السكك الحديدية تعمل، وإمدادات الكهرباء والماء وكل هذه الأشياء موجودة. المنشآت الصناعية دمرت إلى حد كبير في المناطق الشرقية القريبة من خط المواجهة، ولكن مع ذلك كثير من المنشآت تعمل، وكثير من المنشآت انتقلت إلى المناطق الغربية وبدأت عملها. بالتأكيد خسرت أوكرانيا حوالي ربما 40% من منشآتها الاقتصادية والصناعية والزراعية أيضا، وتدعم إلى حد كبير، هي تعتمد إلى حد كبير على الدعم الغربي المالي والغذاء أدوية وكل أشياء لازمة. نعم. طيب سأسألك دكتور هنا، جميل، سأسألك عن تداعيات هذه الزيارة على الأرض بالنسبة خاصة للدعم العسكري ولسير المعارك على الجبهات في الشرق وفي الجنوب وفي غيرهما. ابقى مع دكتور.